السلام عليكم. في هذه المحاضرة راح ناخذ طرق أخرى لتمثيل الإكوليبريم داتا الخاصة بالترنري سيستم بالنسبة للليكويد ليكويد اكستراكشن سيستم. فأحد هذه الطرق ذا رايت انجل تريانجولار دياجرام، اللي هو عبارة عن مثلث قائم الزاوية لتمثيل الإكوليبريم داتا، وهي تعتبر أسهل من طريقة المثلث متساوي الأضلاع لأنها راح تستخدم تركيز مادتين فقط، فبالتالي يكون إنشاؤها أسرع من طريقة مثلث متساوي الأضلاع. فهنا راح نقول the concentration mole fraction or mass fraction of any component A, B or C will be denoted by X for the raffinate site and it will be denoted by Y for the extract site. In this kind of the equilibrium data representation, mass fraction of the solute in the two faces XC and YC at equilibrium are plotted against the corresponding mass fractions of solvent B in raffinate and extract faces, XB, YB. The raffinate arm is constructed by plotting the points XC versus XB, while the extract arm is constructed by plotting YC versus YB. The equilibrium diagram can also be constructed on the XC, YC plane. هنا نقول بأنه التركيز اللي هو ممكن يكون مول فراكشن أو ممكن يكون ماس فراكشن لأي مادة بالنسبة للمادة A والمادة B والمادة C راح يتم الإشارة إلى أو يتم الرمز إلى بالرمز X في حالة الرافينيت سايد، يعني تركيز المادة A وتركيز المادة B وتركيز المادة C. هذا التركيز ممكن يكون مول فراكشن وممكن يكون ماس فراكشن إذا كان في طرف الرافينيت، فراح نرمز له بالرمز X. فبنقول XA أقصد بها تركيز المادة A بالرافينيت سايد، ومن أقول XB أقصد بها تركيز المادة B بالرافينيت سايد، ومن أقول XC أقصد بها تركيز المادة C أيضا بالرافينيت. أما بالنسبة للفيس الآخر أو الطور الآخر اللي هو طور الإكستراكت، فالتركيز راح يتم الإشارة إلى بالرمز Y. فمن أقول YA مباشرة أعرف أنه أقصد تركيز المادة A بطرف الإكستراكت، ومن أقول YB أقصد بتركيز المادة B في طرف الإكستراكت، ومن أقول YC أقصد بتركيز المادة C أيضا بالإكستراكت. وفي هذا النوع in this kind of equilibrium data representation، في هذا النوع من تمثيل equilibrium data، الماس فراكشن مالت السوليوت بالتو فيسز اللي هو XC و YC، باعتبار أنه السوليوت إحنا أصلا اتفقنا أنه يكون الرمز الخاص به هو C، فبالتالي تركيز السوليوت بالرافينيت هو XC وتركيز السوليوت بالإكستراكت هو عبارة عن YC، واللي موجودين في حالة توازن راح يتم رسمهم مع تركيز السولفنت B أيضا في طور الرافينيت وفي طور الإكستراكت. يعني أجي أرسم الـ XC مقابل الـ XB وأرسم الـ YC مقابل الـ YB. بالنسبة للرافينيت R، بما أنه رافينيت فلازم يكون فقط بدلالة الـ X، هذا راح يتم رسم عن طريق XC مقابل XB. أما بالنسبة للإكستراكت R فراح يتم رسم عن طريق رسم الـ YC اللي هو عبارة عن تركيز السوليوت بالإكستراكت مقابل الـ YB اللي هو عبارة عن تركيز السولفنت أيضا بالإكستراكت. ومثل ما راح نشوف شلون راح يتم رسم هذه النقاط. هذا عبارة عن مثلث قائم الزاوية، ومو بالضرورة أنه تكون الأضلاع متساوية، وممكن انه ينطيني الاكوليبريم داتا بالشكل التالي. بالنسبه للرافينيت منطيني تركيز الاي والبي والسي، وبالنسبه للاكستراكت ايضا منطيني تركيز الاي والبي والسي. ومثل ما ذكرنا قبل قليل تركيز الماده اي والماده بي والماده سي في طرف الرافينيت راح يشير له بالرمز اكس، فلذلك راح اقول تركيز الاي هو عباره عن اكس اي، وتركيز البي هو عباره عن اكس بي، وتركيز السي هو عباره عن اكس سي. اما بالنسبه للاكستراكت سايد فالتراكيز راح يتم الإشارة إلها بالرمز Y، فلذلك رمزت لتركيز المادة A بالرمز YA، وتركيز المادة B بالرمز YB، وتركيز المادة C بالرمز YC. حتى أرسم الإكوليبريم داتا على هذا النوع من الرسومات، راح أجي أرسم أول شيء الرافينيت R، وبعد ذلك أجي أرسم الإكستراكت R. بالنسبة للرافينيت R، مثل ما ذكرنا، أول شيء راح نجي نرسم بالمحور الأفقي. بالنسبة لهذا الرسم البياني، المحور الأفقي راح يكون هو عبارة عن الـ XB اللي هو عبارة
عن المول فراكشن أو الماس فراكشن مالت السولفنت بالرافينيت سايد. أما بالنسبة للمحور العمودي فراح يكون هو عبارة عن X C اللي هو عبارة عن تركيز السوليوت بالرافينيت سايد. فلذلك من أجي أريد أرسم الرافينيت R مباشرة لازم أعرف بأنه التراكيز اللي راح أستخدمها هي فقط X، لأنه إحنا قلنا X يشير إلى التراكيز في طرف الرافينيت. بالنسبة للرافينيت R راح تكون عبارة عن XB مقابل XC، ومثل ما ذكرناها أيضا قبل قليل. أجي على أول نقطة مثلا اللي موجودة عندي بالجدول المعطى، راح أحتاج فقط تركيز مادتين. هنا أنا هذا الرسم ما راح أحتاج به تركيز ثلاث مواد حتى أحدد أي نقطة على الرسم، بينما في حالة المثلث المتساوي الأضلاع قلنا حتى نحدد أي نقطة في هذا المثلث لازم أحتاج إلى ثلاث تراكيز الـ A والـ B والـ C. أما في هذا النوع ففقط راح أحتاج مادتين اللي هي عبارة عن المادة B والمادة C. فلذلك أجي على أول نقطة موجودة هنا اللي هي XB و XC، أحددها على هذا الرسم البياني مثلا وأرسمها. مثلا نفرض بأنه طلعت عندي النقطة موجودة هنا، بعد ذلك أجي على النقطة الأخرى اللي هي أيضا عبارة عن XB مقابل XC. قيمة XB راح أخذها بالمحور الأفقي وقيمة XC راح أخذها بالمحور العمودي. فمثل ما قلنا هذه أول نقطة كانت موجودة، بعد ذلك أجي على النقطة الأخرى اللي هي عبارة عن النقطة الثانية، أيضا XB أحدد على المحور الأفقي والاكس سي احدد على المحور العمودي، ونقطة التقاطع الخاصة بهم هي راح تكون النقطة اللي احنا نريد نرسمها. اجي بعد ذلك على النقطة الثالثة اللي هي هنا، ايضا اجي احدد الاكس بي على المحور الافقي والاكس سي على المحور العمودي، فتم رسم هذه النقطة اللي موجودة. فكأنما نقول مثلا نفرض هنا، بعدها اجي على النقطة الرابعة اللي هي أيضا عبارة عن الـ XB مقابل الـ XC، أحدد الـ XB على المحور الأفقي والـ XC على المحور العمودي، ونقطة تقاطعهم راح تمثل هي النقطة المطلوبة. بعد ذلك أجي على آخر نقطة موجودة، أيضا XB مقابل XC، XB أحدد على المحور الأفقي والـ XC يحدد على المحور العمودي، ونقطة تقاطعهم راح تمثل لي النقطة اللي إحنا نريدها. رسمت هذه النقاط، بعد ذلك أجي أوصل بيناتهم. فهذا المنحني اللي باللون الأحمر راح يمثل لي الرافينيت آر، فراح أجي وأشرح عليه تأشيرة، فراح أقول عبارة عن الرافينيت آر، واللي هي مثل ما ذكرنا عبارة عن إكس بي مقابل إكس سي. بعد ذلك راح اجي ارسم الاكستراكت ارم بنفس الطريقه، لكن التراكيز اللي راح اجي استخدمها راح تكون هي عباره عن تراكيز الاكستراكت سايد، واللي هي عباره عن راح تكون الواي بي مقابل الواي سي. ايضا راح يتم الرسم على نفس ورقه الرسم البياني وفي نفس المثلث القائم الزاويه. في هذه الحاله بالمحور الافقي راح يكون عندي الواي بي، وبالمحور العمودي راح يكون عندي الواي سي. اجعل هذه النقاط ايضا في هذه الحالة راح احتاج فقط مادتين، راح احتاج الواي بي واحتاج الواي سي وما راح احتاج الواي اي. اجعل اول نقطة اللي موجودة عندي هنا، الواي بي راح يحدد بالمحور الافقي والواي سي بالمحور العمودي. فمثلا حددنا اول نقطة ونفرض بانه مكانها كان في هذا المكان، بعد ذلك أجي على النقطة الأخرى اللي بعدها، أيضا أجي على الواي بي مقابل الواي سي، الواي بي راح تحدد على المحور الأفقي والواي سي تحدد على المحور العمودي، أحدد نقطة تقاطعهم وهذه راح تكون هي النقطة الأخرى. أجي أيضا بنفس الطريقة على النقطة الثالثة، أيضا الواي بي تحدد على المحور الأفقي والواي سي تحدد على المحور العمودي، نقطة تقاطعهم راح تمثل لي النقطة المطلوبة، فصارت مثلا النقطة اللي مطلوبة عندي في هذا المكان. بعدها أجي على النقطة الأخرى، أيضا أحدد الواي بي على المحور الأفقي
والواي سي على المحور العمودي ونقطة تقاطعهم راح تبث لي النقطة المطلوبة. ثم بعد ذلك أجي على آخر نقطة موجودة أيضا الواي بي على المحور الأفقي والواي سي على المحور العمودي أيضا أحددها، فمثلا نفرض طلعت في هذه المنطقة. بعد ذلك أوصل بين هذه النقاط حتى أحصل على extract arm، فهذا الجزء الموجود عندي هنا راح يكون هو عبارة عن extract arm اللي هو عبارة عن الواي بي مقابل الواي سي مجموعة من النقاط. فهنا صار عندي أيضا two arms الرافينيت arm والextract arm، فصارت عندي الإكوليبريم داتا الخاصة بالترنري سيستم على مثلث القائم الزاوية. وأيضا توجد ملاحظة يجب الانتباه إليها عند رسم الإكوليبريم داتا في حالة إذا كان عندي تايب 2 سيستم for type 2 سيستم، وهذا عرفناه مسبقا هو عبارة عن النظام اللي يكون ب pair AC ميسبل ويكون ب ال A B partially ميسبل ويكون أيضا ال B C اللي هو عبارة عن solvent مع solute أيضا partially ميسبل. هذا النوع من الأنظمة تكون المادة سي اللي هي عبارة عن السوليوت ميسبل مع الكارير ماتيريال بالنسبة للرافينيت سايد اللي هي الأي، ولكن الأي والبي راح يكونون بارشالي ميسبل، البي هو السولفنت والبي والسي يعني السولفنت والسوليوت أيضا راح يكونون بارشالي ميسبل. هذا النوع من الأنظمة مسبقا ذكرنا بالمحاضرات السابقة بأنه يسمى بالتايب 2 سيستم. في هذا النوع من الأنظمة من نجي نرسم الإكوليبريم داتا نلاحظ بأنه الرافينيت آم ما راح تلتقي مع الاكستراكت ارم، وانما راح يكون اكو فد جاب موجود بيناتهم، وبهذه الحاله ما راح يكون عندي وجود للبليت بوينت. فقط في تايب 2 سيستم ما راح يكون عندي بليت بوينت، لانه احنا قلنا البليت بوينت هي عباره عن النقطه اللي يلتقي بها الرافينيت ارم او ذراع الرافينيت مع الاكستراكت ارم او ذراع الاكستراكت، واللي هو عباره عن نقطه واحده. اما اذا كان عندي نظام من نوع تايب 2 فاصلا ما راح تكون عندي بليت بوينت، والاكوليبريم داتا من نجي نرسمها راح نلاحظ بانه الرافينيت ارم راح تكون مفصوله عن الاكستراكت ارم مثل ما موضح بهذا الشكل، اكو بيناتهم فتقاب اخرى. طرق الحل راح نلاحظ بانه نفس الطريقه تماما، لكن فقط اللي راح يختلف بانه الذراعين بالنسبه للرافينيت والاكستراكت ما راح يلتقون في نقطه واحده. الآن نجي على طريقة أخرى من طرق رسم الإكوليبريم داتا واللي هي عبارة عن الإكوليبريم بلوت on solvent free basis. In this kind of plot, the mass ratio of solute in raffinate phase is plotted versus the mass ratio of the solvent in the raffinate phase. The mass ratio of the solute in the extract phase is plotted versus the mass ratio of the solvent in the extract phase. في هذا النوع من الرسومات راح نستخدم الماس ريشيو وليس ماس فراكشن. ففي هذا النوع راح نقوم برسم الماس ريشيو مال السوليوت بالرافينيت اللي هي عباره عن اكس كابيتال سي مقابل الماس ريشيو للسولفنت بالرافينيت اللي هي عباره عن اكس كابيتال بي. بهاي الحاله راح نجي نرسم الرافينيت ارم. اما بالنسبه للاكستراكت ارم فراح يتم عن طريق رسم الماس ريشيو للسوليوت بالاكستراكت اللي هي عباره عن واي كابيتال سي مقابل الماس ريشيو للسولفنت بالاكستراكت فيز اللي هي عباره عن واي كابيتال بي. وممكن تعريف الماس ريشيو بالشكل التالي: اكس كابيتال سي تساوي اكس سمول سي مقسومه على الاكس سمول اي زائدا اكس سمول سي.
في هذه الحالة الماس ريشيو بالنسبة للسوليوت اللي هو الاكس كابيتال سي راح تساوي الماس فراكشن مالت السوليوت اللي هو اكس سمول سي مقسومة على الماس فراكشن للمادة الحاملة او الكارير ماتيريال اللي هو الاي، والتركيز مالته راح يكون اكس اي زائدا الماس فراكشن الخاص بالسوليوت اللي هو عبارة عن اكس سمول سي، وهذا بدور راح يساوي الماس ريشيو اوف سوليوت ان رافينيت فيز. فراح نقول الماس ريشيو اوف سوليوت اللي هو سي ان رافينيت فيز. هنا الرسم سميناه بعبارة عن solvent free لأنه نلاحظ بأنه المقام ما يحتوي على الماس فراكشن الخاص بالسولفنت اللي هو الاكس بي. هاي طريقة للتعبير عن الإكوليبريوم داتا، هو أنه التوتال كأنما جاي نفرض بأنه فقط يساوي المادة الحاملة اللي هو الأي زائدا السوليوت اللي هو السي، فراح يكون خالي من السولفنت اللي هو بي. فلذلك بنقول solvent free basis يعني كأنما التوتال مالته المعتمد كبيسز راح يكون بدون وجود السولفنت اللي هو. اما فيما يخص الماس ريشيو بالنسبه للسولفنت فراح يتم عنا التعبير بالشكل التالي، راح نقول اكس كابيتال بي يساوي ماس فراكشن الماده بي مقسومه على ماس فراكشن الماده اي زائدا ماس فراكشن للماده سي. وهنا ايضا نلاحظ بانه المقام راح يكون خالي من المادة B، فقط يحتوي على المادة A اللي هو المادة الحاملة B الرافينيت سايد، و C اللي هو عبارة عن السوليوت. فهذا راح يساوي الماس ريشيو of solvent in رافينيت فيز. إذا نلاحظ بأنه دائما يكون عندي المقام هو خالي من المادة B أو خالي من السولفنت، فلذلك يسمى بالسولفنت فري بيسز. أما بالنسبة للماس ريشيو للسوليوت اللي هو عبارة عن واي كابيتال سي، فراح يساوي ماس فراكشن المادة سي بالإكستراكت سايد مقسومة على الماس فراكشن المادة A بالإكستراكت سايد زائدا الماس فراكشن المادة C أيضا بالإكستراكت سايد، باعتبار أنه عندي Y فهذا يعني بأنه احنا موجودين في الإكستراكت سايد. فهذا بدوره راح يساوي الماس ريشيو of solute in extract phase. لأن احنا أصلا متفقين مسبقا بأنه الرمز Y يشير إلى طرف الإكستراكت، فالواي سمول هي عبارة عن ماس فراكشن بالإكستراكت، والواي كابيتال هي عبارة عن ماس ريشيو بالنسبة للإكستراكت. أيضا نفس الشيء بالنسبة للسولفنت، الواي بي أو الماس ريشيو بالنسبة للسولفنت بالإكستراكت سايد راح يساوي الماس فراكشن للمادة بي بالإكستراكت مقسومة على الماس فراكشن للمادة A بالإكستراكت زائدا الماس فراكشن المادة C أيضا بالإكستراكت، وهذا بدوره راح يساوي الماس ريشيو of solvent اللي هو البي in extract phase. فصارت عندي هذه التعابير اللي موجودة عندي هنا، أو مثل ما عرفناها الـ XA هو عبارة عن الماس فراكشن الخاص بالمادة A اللي هي المادة الحاملة في طرف الرافينيت، والـ XB هو عبارة عن الماس فراكشن للسولفنت B في طرف الرافينيت، والـ XC هو عبارة عن الماس فراكشن للسوليوت اللي هو C أيضا في طرف الرافينيت. أما بالنسبة للـ YA فهي عبارة عن الماس فراكشن للمادة A اللي هي المادة الحاملة في طرف الإكستراكت. اما بالنسبه للواي بي فهو عباره عن ماس فراكشن للماده السولفنت اللي هي بي ايضا في طرف الاكستراكت، والواي سي هو عباره عن ماس فراكشن مالت السوليوت ايضا في طرف الاكستراكت.
والرسم راح يتم بالطريقة التالية. حتى أرسم الرافينيت R أيضا راح أجي أستخدم الماس ريشيو في طرف الرافينيت. فبالنسبة للمحور الأفقي راح يكون عبارة عن X capital C اللي هي عبارة عن الماس ريشيو للسوليوت في طرف الرافينيت، وبالنسبة للمحور العمودي راح يكون هو عبارة عن X capital B اللي هو عبارة عن الماس ريشيو الخاص بالسولفنت B في طرف الرافينيت. أيضا أحدد مجموعة من هذه النقاط، راح يكون عندي جدول، هذا الجدول ممكن يكون معطى بشكل ماس فراكشن، أجي أحوله إلى ماس ريشيو، أو ممكن أنه يعطيني إياه بصورة مباشرة بشكل ماس ريشيو. فهنا أنا أجي مثلا أحدد النقاط، النقطة الأولى مثلا رسمتها كانت هنا على سبيل المثال، أجي بعدها أرسم النقطة الثانية والنقطة الثالثة حسب الداتا المعطاة عندي، والنقطة الرابعة والنقطة الخامسة والنقطة السادسة إلى آخره حسب عدد النقاط اللي هو مطيني إياها. لكن لازم أنتبه بأنه المحور الأفقي راح يكون هو دلالة للإكس كابيتال سي، والمحور العمودي راح يكون هو دلالة للإكس كابيتال بي. هذا خاص بالسوليوت كماس ريشيو، وهذا خاص بالسولفنت كماس ريشيو. بعد أن رسمت هذه النقاط أجي أوصل بيناتهم حتى أكون المنحني، بس مجرد توصيل بين هذه النقاط، فصار عندي هذا المنحني، هذا راح يمثل لي الرافينيت R، فراح أشر على هذا المنحني، فهذا راح أقول هو عبارة عن الرافينيت R. اللي هو ذراع الرافينيت فيس. بعد ذلك حتى أجي أرسم الإكستراكت فيس أو الإكستراكت آرم، أيضا راح أجي بالنسبة للمحور الأفقي راح يكون عندي Y capital C اللي هو عبارة عن الماس ريشيو للسوليوت C في طرف الإكستراكت. أما بالنسبة للمحور العمودي فراح يكون عندي Y capital B اللي هو عبارة عن الماس ريشيو للسولفنت B في طرف الإكستراكت. أيضا أجي أحدد هذه النقاط، فمثلا طلعت عندي أول نقطة موجودة هنا، أجعل النقطة الثانية أيضا أحددها ترسم في هذا المكان على سبيل المثال، والنقطة الثالثة بعد ذلك، والنقطة الرابعة والنقطة الخامسة والنقطة السادسة. صارت عندي مجموعة من النقاط، طبعا هاي النقاط تكون معطاة بشكل جدول. أيضا إذا كان منطيني الماس فراكشن أحول إلى ماس ريشيو، يلا أجي أرسم على هذا الرسم. يعني هذا النوع من الرسومات يستخدم فقط الماس ريشيو في طرف الرافينيت وفي طرف بعد ذلك أجي أوصل بين هذه النقاط حتى أكون الإكستراكت آرم. فهذا المنحني موجود باللون الأزرق راح يمثل لي الإكستراكت آرم، فهذا راح أأشر عليه وراح أقول عبارة عن إكستراكت آرم اللي هو عبارة عن رسم الواي سي مقابل الواي بي. أما بالنسبة للرافينيت آرم فهو عبارة عن رسم إكس سي مقابل إكس بي. بعد ذلك أقدر أحصل على التاي لاينز عن طريق التوصيل بين هذه الخطوط أو بين هذه النقاط المتناظرة. فمثلا إذا أجعل أول تاي لاين بين النقطة الأولى وبين النقطة الأولى اللي هو راح يكون على هذا المنحني هو نفسه أو على هذا المحور. أما بالنسبة لي التاي لاين الثاني فراح أوصل بين النقطة الثانية من الإكستراكت آرم مع النقطة الثانية للرافينيت آرم. وحتى أرسم التاي لاين بالنسبة للنقطة الثالثة أيضا راح أجي أوصل بين النقطة الثالثة من الإكستراكت آرم مع النقطة الثالثة من الرافينيت آرم. وأيضا بنفس الطريقة أكمل بقية التاي لاينز عن طريق التوصيل بين النقاط المشتركة. هاي النقطة الرابعة يجب أن توصل مع النقطة الرابعة من الطور المقابل، وكذلك الحال بالنسبة للنقطة الخامسة، أيضا بالنسبة للإكستراكت آرم توصل مع النقطة الخامسة
بالنسبة للرافينيت آرم. فصارت عندي التاي لاينز الموضحة هنا بهذا الشكل، هذه عبارة عن تاي لاينز. اللي هو هذا الخط وهذا الخط والخطوط الأخرى عبارة عن تاي لاينز أو خطوط الربط. هذه هي طريقة رسم solvent free basis.